من هذه المساله ديال ماشي ما كاينش الماكله مول حنا صايمين، كاينه الماكله الداخليه ديال الحوايج اللي ما بقاوش يصلحوا لينا. اوه لو كور ديالنا يبي با ما غيطيحش اون بان، غير حنا جا كتجينا ديك لونفي راني فيها في الجوع، رانا الجوع راه هنا راه ماشي هنا، راه غير سيت هاد لي زونفي الشهوات في الجوع كيبقى تخايل انت لي بلا سيرتو فاش تخرب المغرب. الانسان بعدا شاوة الجسم ديالنا ما غيطيحش اون بان لان كياكل الخلايا اللي ما بقاتش فيها الخير. وكيفاش نرفعوا المناعه؟ المناعه ديالنا كترفع بنتها هي، حتى هي كتاكل من حتى المناعه ديالنا كتاكل من المسائل الانرجي من الحوايج اللي ما مزيانش من بعضها. المناعه كاينين خلايا ديال المناعه اللي ما بقاوش صالحين. لان المناعه شنو هي؟ هما لي زونتيكور، كاين لي زونتيكور اللي كناخذو من عند الام من الولاده كنسميهم اني، يعني حنا زايدين عندنا المناعه ديالنا، لان الام ديالنا بالاخص الا كانت زياده نورمال وشربنا الحليب كتكون عندنا المناعه بزاف. والمناعه ملي كنتلقاو يعني اكيز يعني واحد الوقت اللي عقلتي انا بعدا كنعقلها في ذاك الوقت ديالي، كنلعبوا حفياني، كنلعبوا في الغيز، كناكلوا تفاحه الي سا، هذيك المناعه ديالنا كتقوى. دابا توتي بروبر الدري لي ستيريل بيان سور يطوم خمالات غيطيح مريض، لان ذاك الدري عندك مسح ليه بدوك هذوك لي زيبونج اللي كتشريو ديال باش تمسحيو ذاك الشيء الدري فيهم دوك لي زودوغا سي موفي ما مزيانينش، لان المناعه ديالو ديال الجلد، المناعه عندنا في الجلد، المناعه عندنا في الانياف، المناعه عندنا في الشعر، المناعه عندنا الداخل ديالنا، كنا مناعه. يعني انا كان هو طرح هذا المشكل تاع المناعه في الازمه تاع كورونا، يعني الناس يقول لي عندهم مناعه مرتفعه راه ما يعني اما ما تمسوش اما دازت عليهم خفيفه، لا عكس الناس اللي عندهم مناعه قليله. المناعه يعني حتى هي اول حاجه اللي قلتي، وهي ما سمعناش بها، ما عمرنا ما سمعنا المناعة. دابا ولينا كنعطيو أهمية للمناعة لواحد اللي سمعك اللي ولينا كنقولوا راه عضو. سيت ان أورغان، المناعة سيت ان أورغان. أنا كنت صوبت قريت في أمريكا إي جو سوي إيمينولوج. لو باركور ديالي جي في اون فيلوشوب اون ايمينولوجي، كنخدم غير ايمينولوجي ديال لي مالادي اوتومينيتار ديال الامراض اللي ديال المناعه اوتو ايمون، لان الجسم ديالنا اكثر ما حافظ علينا كيحافظ علينا حتى ولا كيدور ضدنا. باي علاش دار ضدنا ولا اوتو ايمون؟ اوتو هي دار ضدنا، ضد الخلايا، ولا يدير لنا يضرب لنا لا تيغويد لا شيموتو، ولا يضرب لنا لي بولي ارتريت روماتويد، ولا يضرب لنا لي ديرماتيت ديال لا بو، ولا يضرب لنا لا بولا تاع لعبه ديال الشعر. وكنقولوا علاش؟ لانك انت تحتي ليه ولا عطيتيه بزاف ديال الالتهابات الخارجيه والداخليه. خارجيه شنو هي؟ لي زيموسيون، كيفاش الاحساس ديالك. ما بقيتيش كتقول وليتي ترو ريجيد، وليتي ريجيد مع الخارج ديالك، فهمتي؟ ما بقيناش كنقولوا و الله يهديه، ما بقيناش كنقولوا الله يسهل عليه، الله يدخل في صراعات لينا في الوغ لو سا ريست توجور ان ستريس، ان ستريس كومبورتمونتال ديال انا مع شخص اخر ولا مع المجتمع ديالي. لو ستريس دو كناكل في الزنقه بزاف، الجسم ديالنا ما كياخذش الاكل ولا الملوح اللي خاصه، لان الاكل كله ديال الجاهزه ديال الاماكن السريعه كلها ماشي طبيعي، يعني ناقصه من الملوح. علاش ناقصه؟ لا فاسون باش انا ما كنقولش ما تاكلش طبيعي، ولكن ملي كتولي بزاف كثير الجسم ديالنا ما كي واخا. كيفاش تفسر دكتور التوتر اللي تكون حاصل في اليوم تاع رمضان، في نهار تاع رمضان تكون واحد التوتر، يعني الناس اللي تقول على ترمدينا كلش يطلق على علاش الظواهر تتبان في رمضان بشكل كبير وخاصه مع قرب الاذان تاع المغرب؟ لا احنا ما كنلقاوها يعني في الناس اللي ما كتكونش يعني موجوده باش يعني باش تصوم.
اول حاجه علاش راسها حنا دابا هذا اللقاء علاش دايرينه؟ بانه رمضان كنز لاستفاده منه لتنظيف الجسم ديالنا، الروح ديالنا، والعقل ديالنا. الوغ رمضان كيعطينا فرصه باش نسمعوا الاذان، باش نقراوا القران، باش نصليوا ونتخشعوا، هذا كله. حتى التوتر اللي خاص يكون طيله العام خصو في رمضان يقل، ماشي يكون يزيد اكثر. ايوا راه قلنا فرصه، لان دابا حنا اللي كفرقنا على الناس اللي عاشوا قبل منا عشر سنين، اللي في واحد البيئه ولا في واحد الوقت اللي ما كانش كان الفقر. الناس ديال 27 وديال 20 و30 حتى الوقت ديال الاستقلال عاشوا الى بيتيت بالبلغه وحده يدوز بها العام كله. حنا الانسان دابا عنده بيت غادي الحوايج، سايق لك اون فواتور ديال 160 مليون وما قناش وما فرحانش. ماشي الانسان خاصو هذا اللقاء اللي دوينا فيه وهي فرصه. وشنو السبب دابا الاستاذ طرحت مع الدكتور طرح معي واحد وما فرحانش، علاش تكون ما فرحانش؟ اول حاجه ما فرحانش بزاف لان عنده بزاف ديال لي زونفي، عنده بزاف ديال لذات الحياه. الانسان خاصو يثبت نفسه ويوصل لواحد المقدار اللي كيقول الحمد لله، وما يعطيك غير اللي كتب عليك الله. الا وصلنا بعدا لهذه المساله وهادشي تربيه. من التوتر اللي هرموني، كتكون هرموني ترو دو كورتيزول ترو دو ادرينالين، راه كتكون من الاكل. الانسان كيرفيق الصباح كيمشي للمحلبه يفطر، كيتغدى في عند مول المحلبه، يدير ساندويش مع الربعه عند مول المحلبه، ولا الى كاع ما دارش مول المحلبه يمشي البيسكوي ياخذ بيسكوي وياخذ دانابول وياخذ. انا ما بقاش عندنا واحد، ولينا ما كنديوهاش في الجسم ديالنا، ولينا غير شي حاجه اللي تبقى تخلينا في المسير ديالنا اللي نوصلوا باش نوصلوا لي زونفي ديالنا. انا بغيت ندير اون بريم في لا فان دو موا، انا بغيت نربح طون انا. لا، الانسان كل حاجه عندها بمقدار، عندها التركيبات ديالها، و يعني كيفاش نوصلوا ليها. راه ماشي مي كنبغوا نوصلوا لواحد الحاجه كنخطوا ليها بعقل، ما كنخدموا ما نخطوش ليها بالتوتر. مي كنخطوا ليها بالتوتر، اول حاجه الانسان مي كيولي في التوتر ما كتبقاش عنده الجسم ديالنا، العقل ديالنا عنده دو بارتي تري مهمين. عندنا العقل كورتكس وهو اللي كيعطينا لا بونسي راسيونيل. شنو هي لا بونسي راسيونيل؟ بونسي راسيونيل وهي الحكم الدقيق، لو جوجمون، كتحكم دقيق. لا غيزون، الثبات. لا لوجيك، حتى هي داخله في الثبات. لا رياليتي. رياليتي، انا ما عنديش ما غنشريش. الواقعيه. واش انا ما عنديش وغنمشي نتلاحى انا كريدي؟ رحم الله عبدا عرف قدر نفسه. الو سي لو سيرفو. دونك كنقول انايا ميم لي باسيون ديالي كنقول ليه كاين العقل المتين وهو هذا، لان حنا من كنا السلسله ديالنا من جينا من الجاهليه من جميع وصلنا كبني ادم، بني ادم حنا مغيرين على الناس الاخرين والحيوانات ولا هذا بالعقل. واي عقل افيك لو سيرفو كوغنيتيف، هذا الاول. هنا باش كنخطوا كيكون عندنا الضمير ليتيك الجوجمون لا غيزون لا لوجيك لا رياليتي، خمسه ديال الحوايج. ولا كنكون العقل الاحساسي ليموسيونيل لو سيستيم لامبيك. السيستيم لامبيك فيه ليبوكومب، فيه لاميكدال، وفيه ليبوتالاموس. هادو ثلاثه اللي كيمشيو اللي كنقول الغريزه، يعني كنمشيو غير على الغريزه ديالنا. الوغ جو في ندير نابورت كوا، ندير اي حاجه الغريزه ديالي باش نوصل هذيك الغريزه ديالي. انا خصني نسوق هاد الطوموبيل، انا خصها تكون عندي فيلا، انا خصني المراه ديالي ما نشري لها، انا خصني الاولاد يمشيو احسن مدارس، انا ولادي. كتولي غريزه، ما كتبقاش يعني. وهنا بين الا ما الانسان ما كيبقى غادي في الغريزه ما كتمنحش ليه الفرصه، كيبقى التهاب بزاف في الغريزه اللي ما عمره ما كيخدم. ولكن كاين شي ناس غايقول لك شنو هذا الطموح دابا؟ خص نعم الانسان خصو يكون طموح. طموح طموح ولا الطموح طموح. شنو هو الطموح؟ الطموح
الهرمون اللي كدير الطموح الهرمون اللي كدير الطموح هي لا دوبامين. سنهضروا من الناس اللي بغات الا بغات تحجج علينا تحجج علينا يعني علميا سيونتيفيكمون ما غاديش نديرو في الفلسفه حيت كاينه لا فيلوزوفي وكاينه لوندوكرينولوجي اي لورمونولوجي الهرمون اللي غيعطينا يعني في الالتهابات وفي التوتر هي لا كورتيزول. الكورتيزول ديالنا كتكثر وكتولي غادي عندنا غير في ليموشنال. مي كنويلو في الطموح سي لا دوبامين. لا دوبامين في كاينه راه كاينه هنا. لا دوبامين هي مي غنجي انايا وغادي نقول لك سي احمد الخدمه ديالك انا بغيت نشكرك ونهنيك على الخدمه اللي درتي انت جيتي لهذه الشركه. عطيتك شي حاجه؟ لا شي حاجه معنويه ما عطيتك والو ولكن كبرت بك وطلعت المعنويه ديالك بوتيتر ما جيتش عندك لا بريم راه جايه ولكن ما كانش هي الهدف. الهدف ديالك انتيا وهي تثبت الوجود ديالك وتثبت المصداقيه ديالك والشفافيه ديالك في المجتمع اللي كتعيش انت. الوغ لا دوبامين منين كتجي؟ لا دوبامين المام منين كتجي؟ كتجي من واحد لا موليكول اللي كتجي من كنسميوها لا تيروزين وهي نوع من ديزاسيد ان اسيد اميني باش غيتكون ان بروتين. من غادي لا تيروزين تصوب لي لا دوبامين اوتوماتيكمون غتصوب الادرينالين. شنو هي الادرينالين؟ هي الطموح. دونك انا لا جيت وكبرت بك وهزيت المنادك ديالك وشكرتك وسلمت عليك وعنقتك راه اكثر من ما عطيتك الفلوس. انا نجي عندك ونقول لك سي احمد راه دات لك واحد البريم واش غتحس براسك مشيتي خديتيها وما عطيتكش اللي كتستحق بخديتك على حضني وشكرتك وقلت لك انت هو تكون مثال لهاد الاصدقاء ديالك. شكون اللي غتعطيك المعنويه كثيره؟ واش الفلوس؟ لا لا انا كنقولها دائما كنقول من بعد يعني الايجابيه ديال اي خدمه كنديروها كتجي موراها اون ريكومبونساسيون. واش في الثقافه الاسلاميه ديالنا حنا دابا حنا في رمضان راه كلمه طيبه كشجره طيبه. هذه على الولد ديالك، الولد ديالك بغيتي تكبرو ودير في الطريق، على انت فيما جاب نقطه خايبه كتقول ليه يا الفاعل يا التارك هكا. انه ما عمرو ما يكبر. ما عمرو ما يكون عنده الطموح، بالعكس انت غادي كتهلك فيه وكتهلك فيه تكلم. اما الا جيتي عنده وجاب باغ اكزومبل كان كيجيب 6 7 وجاب 10 كتقولي نهار كبير هذا وتوفق كبير هذا وانا تبارك الله عليك وليتي كدير مجهود وليتي كدير مجهودات وانا فخور بك. المره الجايه غيجيب 12 المره الجايه بغا 13 لان شنو درتي؟ تخي سامبلومون درتي لي الثقه في نفسه وسندتيه.